حياكم الله مشاهدينا الكرام وعلى كل من انضم معنا حاليا لمتابعة البرنامج اليومي زوايا رياضية. مثل ما عودناكم في كل يوم زوايانا متجددة، سواء كانت خليجية أو محلية أو عالمية. خلكم معنا ونشوفكم بعد الفاصل. أول زاوية لنا راح نتكلم فيها عن قطبين الكرة الكويتية، العربي والقادسية. طبعا مباراة العربي والقادسية راح يكون الجمهور حاضر بقوة، فما بالك إذا كانت هذه المباراة نهائي كأس الأمير، أكيد راح تكون غير. فهذه الزاوية راح ترجعكم لموسم 1991 ونهائي كأس الأمير، أول نهائي بعد التحرير وبحضور أمير الوالد الشيخ سعد العبد الله طيب الله ثرى، اللي انتهت بفوز العربي بضربات الترجيحية ليرفع أول كأس بعد تحرير الكويت. من خلال هذه الزاوية راح نشوف معكم أجواء المباراة ونستذكر نجوم الفريقين. أهلا بك بين أخوانك وأبنائك، أهلا بك في استاد الصداقة والسلام، أهلا بك يا سمو ولي العهد، أنك القائد الوالد نائبا عن قائدنا وعن أميرنا السلام الوطني لدولة الكويت. عالية في اللعب، عسكر فايز، محمد جاسم، ناصر بن ايان، سالم ميرزا، كرة مع سالم ميرزا، سالم بيعليها، كرة عالية، فوز احمد صالح وسمير سعيد يشيلها وبتطلع احمد صالح، ياخذ احمد صالح مرة ماضي، كرة وقفة صفر ثانية، وفوز كرة ملعوبة وبيحصلها ياخذها، توصل لكن في صفارة فاول ثانية بيشيلها، دفاع العربي توصل مرة ثانية حتى في نصف الملعب وبيحصلها احمد ذياح، ذياب ناحيه اليمين محمد جاسم، مفتاح القادسيه في اللعب، توصل ناحيه اليمين في اللعب، خطره بعد الملعب وتوصل برا الملعب. عاشور وين يحطها؟ عاشور وين يحطها؟ جول جول عاشور، محمد جاسم رايح، محمد جاسم بشوت، محمد جاسم شوت صدها صدها حميد باشا، قول او مو قول، سيد الحداد، قول قول مؤيد خبرته، محمد بن ايان، محمد بن ايان وسمير سعيد ومحمد والعربي وسمير سعيد هو اللي انقذ العربي، سمير سعيد النادي العربي كاس صاحب السمو سامي الحشاش، سامي الحشاش يحمل كاس قيمة هذا الكاس 7000 دينار. وفي هذه الزاوية مشاهدينا الكرام راح ناخذكم لنهائي كأس الخليج الثالثة عام 1974 التي أقيمت في دولة الكويت وبرعاية كريمة من أمير القلوب رحمه الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى، والتي جمعت منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي، وانتهت بفوز منتخبنا بنتيجة كبيرة على المنتخب السعودي 4 أهداف مقابل لا شيء، يحقق بذلك كأس الخليج الثالثة على التوالي. عبد الله عسوره معاه، عبد الله بيطولها قدام، بتروح جاسم بعد بعرض جاسم بيروح اللي ما بيطلعها، عبد الله فوده طويله وتروح الى جساس بيعليها عاليه فوق،
بتروح عند عبد الله عيسى بيهدي اللعب مشترك مع الصاروخ انما تروح الكره لدريم يبعدها الغراب كره معاه ما بيخليه يلعبها سعد الحوطي تروح للجساس بيردها مره ثانيه ترجع في العرض يلعبها جاسم يعني بياخذها في عرض الملعب يلعب لها شعيب شعيب يريح شوي بيطول جدا فتح جميل فتح جميل بعد جول 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 بصها شعيب شد مزيح الواء تضرب العرضة واحدة في الجول جول 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 الله أكبر الله حمد محمد حط الجول الثاني حمد محمد حط الجول الثاني شاتها مرزوق وحطها وضربت في الغائم وحمد محمد وصلها وحط الجول الثاني في الدقيقة معقوب جاسم بيحاول يمر جاسم لعب لفتحي فتحي بيحاول يمر فتحي انما ما تمر معاه جاسم يعقوب بيحاول يمر جاسم ولا جاسم يعقوب بيحاول يلعب تروح لها حمد محمد ويحط محمد محمد جول 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 يا شنو هذا شنو هذا شنو هذا جول 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 شلون يا الجول حمد حمد جاسم جاسم فتحي فتحي جاسم حمد محمد يحط الجول الثالث 3-0 3-0 بعد دقيقة 15 3-0 3-0 حمد محمد ولا قدام لشعيب كرة مع شعيب يحاول يمر شعيب الفتحي يلعب الفتحي جول 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 فتحي 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 الفارس الأسمر الفارس الأسمر بيحط الجول الفارس الأسمر بيحط الجول الرابع 4-0 شوف أيها السادة حيوا أبطال دورة كأس الخليج ها هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج في جوهرة الخليج وفي كأس الخليج يحصلون على كأس الخليج العربي. راح نختم معكم أعزائي المشاهدين في هذه الزاوية وهي راح تكون زاوية أفريقية عن بطولة أمم أفريقيا عام 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو واللي من خلال هذه الزاوية راح نستعرض لكم نهائي كأس أمم أفريقيا 98 بين مصر وجنوب أفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة أبناء النيل بهدفين مقابل لا شيء بأقدام أحمد حسن وطارق مصطفى ليحقق بذلك المنتخب المصري رابع ألقابه الأفريقية. دائما الكرة هو حسام حسن فرصة هجوم وفرصة تختار في صالح المنتخب المصري فرصة هجوم دخول في المنطقة على الستار يدخل المنطقة يتحصل على الكرة بتاعه ينتظر المساندة بالطبع والمساندة سيزيدها من المدافع الأيسر أمامه تمشي الكرة مباشرة إلى محمد عمارة محمد عمارة لليسار الى عبد الستار صبري عبد الستار صبري الى محمد عمارة محمد عمارة يصوب وبعيدة نسبيا عن مرمى الحارس بيولي دقيقتان فقط للنهاية او دقيقتان ونصف والمنتخب المصري دائما متقدم بنتيجة 2-0 الهدف الاول جاء عن طريق احمد حسن في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول والهدف الثاني عن طريق طارق مصطفى في الدقيقة 12 وسأترك المفتاح مفتوح لأحمد شبير ينهي معكم هذا اللقاء. مصر هم أبطال الذهب وأبطال إفريقيا، 6 مباريات خاضها المنتخب المصري، 2-0 أمام موزمبيق، 4-0 أمام زامبيا، هزيمة 1-0 أمام المغرب، ثم فوز بضربات الجزاء الترجيحية على كوت ديفوار، ثم فوز على بوركينا فاسو صاحبة الأرض والملعب والجمهور 2-0، وهو الفوز الأخير وبيخرق الحكم الدولي سعيد بوخول. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام للختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله نلتقي معاكم بزوايا جديدة باكر ونقول لكم مع السلامة.